أكد فينيس كراولي المتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أن طائرة تابعة للسلاح الجوي الأمريكي من طراز F-15 تحطمت فوق الأراضي الليبية ليلة أمس. وأوضح المتحدث العسكري الأمريكي أن أحد طياري المقاتلة الأمريكية تم إخلاؤه فيما تجري عمليات بحث عن الآخر، مضيفا أن تحطم الطائرة على الأرجح ناجم عن عطل فني وليس بسبب نيران معادية. وكان أحد المواقع الليبية على شبكة الإنترنت أشار إلى سقوط طائرة مجهولة الهوية البارحة جنوب شرقي بنغازي.